كابتن عادل. يا كابتن اسلام، ازيك؟ مشرف ومنور. ازيك كابتن عادل؟ يا كابتن عادل، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن اسامه عرابي طبعا ضيفنا النهارده في سهره معه. اتفضل يا كابتن. كابتن عادل ده حبيبي. اهم لعيب كان عندنا في النادي دي حقيقه والله، يعني احنا كنا من غيره في الملعب بنبقى فرقه تلامذة بجد يعني. والله خليك معايا. ولكن كل المواقف الحلوه كلها كانت معايا يعني، كان حبيبي يعني. يعني عشنا مع بعض يعني فتره فتره كبيره. رغم ان يعني في فرق سن بينا، لكن كان معايا على طول في الاوضه ونخرج مع بعض والله ولينا حكاوي هو يقدر يقول لك بقى. احكي لي يا نجم، احكي لي والنبي. احكي لي. رايحين نلعب ماتش السوبر، السوبر الافريقي اللي هو بتاع 94، السوبر بتاع الزمالك والاهلي، السوبر المحلي. لا 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 مش محلي، الافريقي. السوبر الافريقي اللي ايمن منصور جاب فيه جون. بتاع ايمن، كابتن ايمن منصور. ايوه بتاع ايمن منصور. فرايحين احنا في الطياره، هو كابتن اسامه دايما عامل فيها مدرب، هو لعيب يقول لك بص بقى المفروض هاريس هيلاعب مين. هيلاعب مثلا باك رايت كذا وباك ليفت كذا، وانا وهو هيلعب، وانا اقول له طب وانا مش هتلعبني؟ يقول لي لا 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 انت بره. كان بيحطك بره. على طول حطني 7 مرات بره واحنا في الطياره. رحنا هناك في الاوضه كنت قاعد معاه، قلت له راجع نفسك وشوف يمكن العب ولا انت مش تلعب ولا. قال لي لا 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 انت بره وانا هلعب. ايوه. المهم جاله تليفون من الكابتن شط، وقال له مستر هاريس عايزك. المهم انا بقى قلت للكابتن اسامه انت رايح بقى عشان يقول لك على المهام في الملعب والحاجات دي. جاي بايده ساقعه وبيقول له، بقول له يا كابتن اسامه هتلعب فين بكره؟ قال لي لا انا بره. قلت له احتياطي؟ قال لي لا لا بره الفرقه. بره الفرقه خالص. ايوه بره الماتش. قلت له بقى انت طول السفريه عمال تطلع وانا اللي لعبت. قلت له بقى انت عمال تطلعني بره. كابتن اسامه دمه خفيف دايما. وكان على طول عنده شويه حاجات كده بيعملها معانا. انا وعبد الجليل وعمرو انور. زي ايه يا كابتن؟ احكي لنا كده. لا لدرجه ان احنا كنا بنقول له ايه؟ يا كابتن اسامه بطل بقى، انت تعبتنا، انت راجل كبير عجزت بقى. قال لنا بص انا اقول لكم حاجه. انا هكمل لعب وانت وعبد الجليل هتبطلوا قبلي ب5 سنين. وحصل؟ وحصل. كابتن اسامه قلت له هو بيلعب انه لما بيعمل الكروس بيقع. وانتوا بطلتوا وهو كمل؟ لا احنا بطلنا وقعدنا نتفرج عليه في التلفزيون. احنا قلنا له كابتن اسامه انت يعني عملتها ازاي دي؟ ارحمنا بقى يا كابتن اسامه يعني. يا مشير حنفي، مشير حنفي قال له يا كابتن بقى ما تبطل، ده خوفه مات. خوفه مات. ده كليوباترا مات. قال لي كليوباترا مش واحد، دي واحدة. قال ما خدتها في المدرسة. أيوة صح. مشير حنفي، كابتن مشير حنفي طبعا. لا ولما رحنا الفرحة كابتن أسامة بتاع مشير حنفي. ايه اللي حصل؟ انا في مواقف رهيبه انا وعادل. ما تقول يا كابتن اسامه بتاعت الفرح دي. اسمع كابتن عادل، الكابتن اسامه يقول بقى. اسمع كابتن. هو اللي يقول. كنت انا وعادل وتامر حفني وتامر عزومين في فرح مشير، كان عامله في الشارع هو. والزحمه جدا في شبرا، وعامل طبعا المنصه والعريس والعروسه، هو والعروسه وكده بيرقصوا وبتاع. كان ساعتها التسجيلات مش الدي جي والحاجات دي، كان في تسجيل بالاغاني والناس. ففجاه بقى النور قطع. فحد من قرايب مشير شال التسجيل كاسيت على اساس انه ما حدش ياخده يعني. هيصة في الشارع، الاف في الشارع ما يتسرقش يعني. فمشير بقى ايه، النور جه، فمشير طلع ما لقاش اللي هو ما يعرفش. راح بقى ماسك الميكروفون وهو بالبدله. يا اهل شبرا اللي خد التسجيل، من فضلكم يرجعوا. احنا وعدل وتامر مت على سبب الضحك. هو اصلا واحد من القرايب هو اللي شاله وعشان ما يضيعش يعني. رجعوه. والله. لا ده لا مواقف جامده انا وعادل كابتن مشير حنفي برضه دمه خفيف. عسل. دمه خفيف جدا.
يعني يا كابتن عادل عدت عليكم مواقف كتيره من دي. لا 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 كتير جدا، حتى الماتش اللي بيتكلم عليه كابتن اسامه هو بس اختلط عليه الامر. كابتن اسامه عكس بقى اكيد ناسي يعني. ايه اللي حصل؟ الماتش ده اللي بيتكلم عليه ده كان ماتش قصر خاشقور. ايوه. حضنا الخنزير. ايوه صح. هو كان النهائي اللي انت احمد ايوب. احمد ايوب وتامر حفني واحمد عبد الفتاح كانوا بيعيطوا فعلا. لا والله. الماتش ده لما نزلنا اول 10 دقائق انا ما يعني ما كانش يعني ما كناش شايفين. تحس ان احنا متخطرين بجد مش هزار يعني. هم كانوا بيؤمنوا بالسحر يعني. ايوه. كابتن اسامه كنا بنجننه دايما احنا يعني على طول واحنا بنلعب. هو طبعا كبرنا وكان يعني مثلا مره في ماتش المصري البورسعيدي واحنا بنلعب. فهو كان قاعد احتياطي مقلوب عليه فهو كان مقلوب عليه يعني. دخل فلعبنا الشوط الاولاني فالكابتن طارق سليم رحمه الله عليه زعلان مننا شوط وحش عملنا شوط وحش. وانا كنت بلعب الكابتن اسامه فالكابتن طارق عني في اللعيبه كلها وجي عليا قال لي انت احسن واحد في الملعب. الكابتن اسامه قعد يخبط الحيط. لا وعادل والزحلقه كنت بتعملها قدام دكه الاحتياط اللي احنا قاعدين فيها الملعب كان ميه. انت ما بتزعلش غير في الحته دي يا عادل. يعني قدام الجهاز يعني فعلا متحمس يعني بيطلع بموت نفسي اهو. انا بعمل كل حاجه بتحصل كلنا عملنا الزحلقه دي. ايوه. بس خد بالك بقى يا كابتن اسلام. كابتن اسامه ده احسن لعيب طبعا في النادي الاهلي. بس لما بينا مدربين عرفنا ان الكابتن اسامه هو كان احسن لعيب في النادي الاهلي. بس كل عناصر اللعبه مش عنده. حتى انا بقول لك كابتن اسامه. كابتن مختار ما بيحبش يسمع الموضوع ده الا مني مع الكابتن اسامه. لما اقول له يا كابتن مختار دلوقتي ورمضان اسامه والكابتن رمضان وعلاء عبد الصادق وعلاء عبد الصادق اقول له يا دلوقتي الكابتن اسامه شويت يعني بيعرف يشوط؟ قال لي لا. طيب قلت له سريع؟ قال لي لا. طيب يا كابتن بيعرف يرقص؟ قال لي لا. لا بيعرف يرقص لا جيب الشرايط دلوقتي كنت برقص اي حد. كنت بقول له طب بيعرف يلعب بدماغه؟ قال لي لا. قلت له طب كل عناصر اللعبه مش عنده بتلعبوه ليه؟ حبيبي يا كابتن عادل شرفت ونورت ودايما بنستمتع بيك بوجودك معانا. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. متشكرين جدا يا كابتن عادل. متشكرين. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن يعني عادل حواديت.